ريف دير الزور 28/12/2012. حقل القهار النفطي أثناء حرقه من قبل العصابات واللصوص بعد الاستيلاء عليه، قاموا بحرقه بسبب الاختلاف عليه والمشاجرة بينهم. هذا هو مال الشعب السوري. أغلب الثوار تحولوا من ثائرين إلى لصوص وتجار نفط. هذا سبب تأخر تحرير مدينة دير الزور، لأن أغلب الثائرين والثوار في الجيش الحر تحولوا إلى لصوص وقطاعي طرق، أصبحوا يتاجرون بدماء الشعب السوري. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. الشعب السوري هو أحق بهذه الأموال. من المفترض أن يقوم أشراف الجيش الحر باستثمار هذه الآبار لصالح الثوار والثورة ولصالح أسر الشهداء. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر.